مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومرحبا بكم الى حلقه جديده من حلقات برنامجكم الرمضاني بالبلد. عنوان حلقتنا لهذا اليوم الهمهم. فمما يجري على ألسنة الناس قولهم: العبد في التفكير والرب في التدبير. فيقسمون مهامهم قسمين. التفكير لهم والتدبير لله تعالى وهذا خطا جسيم وجرم عظيم فالتفكير والتدبير من مهام العبد ومن وظائفه والرب سبحانه وتعالى هو المعين والموفق في الامرين معا لكن الله تعالى لا يعين من لا يعين نفسه تفكيرا وتدبيرا وقد روي عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال اصدق الاسماء همام والحارث ولماذا اصدق الاسماء لان الانسان في الاصل همام يهم ويفكر وحارث اي عامل هذا هو الاصل في الانسان ولذلك كان اصدق الاسماء هذين الاسمين الا ان واقع الناس يقول انهم ينقسمون في التفكير والتدبير في الهم والحرث الى اربعه اقسام. القسم الاول لا يفكر ولا يعمل، وهؤلاء غير محسوبين على الاحياء اصلا. اما القسم الثاني فهو الذي يفكر ويعمل، وهذا هو الانسان السوي والمسلم المستقيم، وهو الذي نبحث عنه من خلال هذه الحلقة، ونرجو أن نكونه في أنفسنا وفي مجتمعاتنا. أما الصنف الثالث، فهو الذي يفكر، يفكر، لكنه لا يعمل. فهؤلاء يفكرون ويفكرون ويفكرون دون أن يعملوا، فيتحول عملهم التفكير. يصبح عمله ان يفكر. وهؤلاء من نطلق عليهم الهمهم، لماذا؟ لان الاصل في الانسان هم تفكير، هم عمل، هم عمل، هم عمل، فينجز. اما هؤلاء هم 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 حتى ياكله ياكله فكره. وهؤلاء موجودون على شكل مفكرين ومثقفين. بعض مفكرين ومثقفين من هذا النوع لا يجيد الا الهم الا ان يفكر 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 خارج اطار ميادين العمل وهذا النوعيه من المفكرين والمثقفين تعرفهم بصفتين اثنتين الصفه الاولى انك تجد اطروحاته وافكاره بعيده تماما عن الواقع فهو يحلق في الفضاء ويتحدث من بروج عاجيه لا علاقه لها بمعاش الناس ولا علاقه لها بحياتهم. والصفه الثانيه التي نعرفها فيهم انهم متشائمون فتراه متشائم جدا وهذا حال كل مبتعد عن واقعه وان كان مفكرا ومثقفا. اما الصنف الرابع فهو الذي يعمل ولا يفكر فهو يجهد نفسه ويتعب ويعمل، لكنه لا يصل الى شيء، ولا يحقق منجزا، وان فاز بشيء فاز بالقليل. لماذا؟ لانه يعمل دون تخطيط ودون تفكير. فما بدا؟ بدينا عليه. ومتى ولد؟ سميناه. وللاسف هذا هو حال اكثر سياسيين وحزبيين. فهم في هذا الاطار، يعملون يعملون دون تفكير. حتى ان.. نائبا برلمانيا سأل رئيس وزراء أسبق في اليمن فقال له ما رؤية الحكومة بعد عشرين سنة فقال له بعد عشرين سنة هي معلم الله من يحيا ومن يموت تصور هذه رؤية حكومة لأنهم يفكرون هذا التفكير إذا هذه النوعية تذكرني بما روي من ان معاويه رضي الله تعالى عنه سال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال له ما بلغ من دهائك؟ قال ما دخلت امرا الا احسنت الخروج منه، قال معاويه ما هذا بدهاء اما انا فما دخلت امرا احتاج الى ان اخرج منه. النوع الاول هم سياسيون وحزبيون للاسف الشديد. فكل انجازاتهم كيف يخرجون من المصائب والازمات؟ لكنهم ليس لديهم رؤيه لا توقعهم في المصائب والازمات اصلا. والخلاصة التي نريد أن نخرج بها من هذا اللقاء حصن التفكير بالعمل وحسن العمل بالتفكير فمن أخطأ الأولى جنة ومن أخطأ الثانية تجنة السلام عليكم